عليكم السلام ورحمة الله. كثرة المقاهي أو خلينا نقول الكوفيات وليس المقاهي الشعبية، هل يا ترى الكوفيات صارت عبارة عن سلعة؟ نعم، ممكن تكون سلعة وممكن تكون وسيلة للعيش. الكوفيات أولا هي شلون تقول قد مكانات يعني الشباب يلتقون بها، يقعدون بها، يسلون، يتواعدون بها، عندهم شغلات مع بعضهم يكملوها. أفضل مكان هو الكافتيريا، يقعدون يفضون لقاءاتهم ومواعيدهم، فهي وسيلة للعيش يعني لا أكثر ولا أقل. يعني بها جوانب، بعض الجوانب سلبية. الجوانب السلبية شنية والجوانب الإيجابية شنية؟ الجوانب السلبية ممكن شباب دون السن المقرر يجي ويقعد ويدخن النرجيلة أو بعض أمور أخرى مثلا، وهم بعدهم شباب صغار ممكن، يعني لأن ما محددين حقيقة مستويات العمر، أنه اللي عمره كذا يلا يسمح لي يدخل بالكافتيريا، فصارت مرتاحة للشباب يعني يقعدون بها. إضافة إلى ذلك وسيلة للعيش، يعني إحنا نقول دائما عمل ماكو بالشارع مثلا أو داخل المحافظة. اليوم أنتم كشباب متواجدين في أحد الكوفيات في العاصمة الحبيبة بغداد، هل يا ترى أن الكوفيات صارت عبارة عن سلعة؟ أنتم تجون هنا للكوفي، ما تروحون مقاهي شعبية بها فقط الشباب، تروحون على كوفيات بها بنات، أنتم جايين على مود البنات، هل يا ترى صارت البنية بالكوفيات عبارة عن سلعة؟ والله بصراحة أريد أحكي لك، هو كل من يعكس أخلاقه، فمع احترامي يعني اكو جيل هسه اجى جديد، هذا الجيل يجوز يعتبرها يجي على بنيه او يجي على سلعه او يتعرف له على وحده، فهذا مو قياس. انا بالنسبه لقياسي انه اجي ارتاح بالكوفي، انه اقعد تبريد انترنت او اغنيه حلوه اجي استريح بي الارجيله بتبعي، يعني ماكو اي مشكله. اليوم انت احد الشباب المتواجدين في احد الكوفيات في العاصمه الحبيبه بغداد، اليوم انت كاجيت حاب انه حسب ما نقول او على قولتنا انه الكوفيات كلها بنات وتواجد بنات بالكوفيات، اجيت حتى تتونس ويا الشباب او عندك الرغبه حتى في سبيل تتعرف على بنيه من البنات اللي اشتغلن بالكوفي؟ لا احنا جينا ويا الشباب يعني كشويه رفاهيه وهذا نقضي وقت، لأن مصادر الرفاهية بالعراق قلت شوية، مثل الألعاب مثل المنتزهات، فالشباب اضطروا يجون للكوفيات يرفهون عن نفسهم. شنو رأيك البنية بتشتغل بكوفي؟ يعني البنية يجد تشتغل بالكوفي من العوزة أحسن ما تنحرف بغير مكان، فتشتغل هنا شغلة شريفة أحسن شوي. زميلي سيف أنت مخرج في أحد القنوات العراقية في العاصمة الحبيبة بغداد، اليوم التقينا بك وشفناك في أحد الكوفيات في العاصمة الحبيبة بغداد، شنو رأيك بالبنية اللي تشتغل في الكوفيات؟ هسه الكوفيات انتشرت وكثرة البنات قام يشتغلن، أنت كشاب اليوم تجي تقعد بكوفي لي أم بي بنات لو تقعد في مقهى شعبية كلها شباب؟ والله هو رأي الخاص أني بصراحة، يعني هو ما بيها شيء شغل يعني مو عيب، بالعكس هذا شيء يعني احنا نقول تطور، هسه حاليا صار يعني تطورت وفتحت أكثر من كوفيات، هاي الاحتواء الشباب أكثر شيء حاليا بالعاصمة. والشغلة الثانية احنا مو أني، لا أنا من أجي يعني الكوفي مو كوني أنا أجي على مود يعني مثلا كونها يعني هي بنية الشغلة أنا، لا بالعكس أنا أجي يعني على مود وجهكم الطيبة واصدقائي ويعني تعرفته. الفنان عمر محمد اليوم تواجدك ويا الشباب في احد الكوفيات في العاصمه الحبيبه بغداد، اليوم انت كشاب ليش ما تحب تقعد في مقاهي شعبيه؟ ليش تحب تقعد بكوفي متواجد به كثير من البنات؟ اولا الكوفي يكون دائما ارقى، ويعني انا ما احكي على الكوفيات الباقيه يعني الكوفي الشعبي او في شيء، اما بالنسبه للكوفيات اللي تذكرتها فماكو خدمه راقيه ودائما يعني يكون افضل. شنو رايك بالبنات اللي يشتغلن بالكوفيات؟ هل يا ترى ان البنيه اللي تشتغل بالكوفي صارت عباره عن سلعه عند الشباب ام لا؟ طبعا هذا الشيء انا ما اتوقع انه سلعه او هيك شيء، هي
هي طبعا ان العوز او الحاجه ان يعني البنيه محتاجه دائما مصرف لها ومصرف لاهلها وشيء يعني فشيء اعتيادي. طبعا مشاهدين الكرام كثير من البنات ما حبن يظهرن وجههن قدام الكاميرا تحفظ عن العائله وتحفظا عشائريا، لكن التفاصيل راح تعرفوها احد العاملات في احد الكوفيات في العاصمه الحبيبه بغداد. شلون ساره؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ بخير الحمد لله. ساره انت لو تحفظتي انه مطلعين وجهك واحنا تحفظنا على هذا الشيء، لكن انت اليوم تشتغلين بكوفي، العوز اللي خلاك تشتغلين بكوفي او لا؟ اكيد هو العوز، يعني لو ما العوز يعني نشتغل بهيك شغله؟ ولو هي يعني ترى ما بيها اي اشكال ولا بيها عيب، لان هسه احنا يعني بدنا نشتغل حالنا يعني حال اي يعني عامله. زين. يعني كنا بمطعم او كوفي، الكوفي يعني وش بيه؟ ما بي شيء. كثير من الشباب اخذوا فد فكره واخذوا فد نظره على البنات اللي يشتغلن بالكوفيات انه اي بنيه تشتغل بالكوفي انه هي تكون بنيه غير اخلاقيه، هل يا ترى هذا الكلام صحيح؟ انت اليوم موظفه بهذا الكوفي وانت ام كاشير، هذا الشيء واكثر من بنيه تشتغل هنا، زين هذا الشيء تشوفيه صح لا موجود او ما موجود؟ والله انا اقول لك يعني ككوفينا الحمد لله والشكر ما عندنا هذا الشيء، بس هي يعني وحده تدعم على هواي بنات ولو هي بصوره عامه، يعني هي اذا معتازه يعني تشتغل بهيك مكان لا طبعا اكيد، يعني لو عندها ظهر او عندها امكانيه او عندها يعني تشتغل بهيك لا مستحيل. اريد كلامك بكل صراحه وما اريد لف ودوران بالموضوع، كثير من الشباب يجون هنا واكثر من بنيه تشتغل هنا، هل يا ترى ان الشباب من يجون هنا يباعون نظره غير اخلاقيه للبنت العامله تشتغل بكوفي؟ بصراحه ككوفينا يعني ما عندنا هذا الشيء، لان اغلبيه اللي يجونا يعني كباريه بصراحه، وما عندنا يعني سالفه انه صغار ويجونا ويطبون، لان احنا كعاملات يعني كنا كبار. زين واكو كاميرات هنا اذا صار شيء غلط او ما صار شيء غلط؟ اصلا ما عندنا هذا الشيء، ما يصير عندنا الغلط، لان انا المسؤوله على هذا الشيء. بعض الكوفيات اكيد شفتي هواي كثير من الكوفيات، زين هذا الشيء موجود؟ ما اعتقد، يعني انا طابه كوفي يعني ثلاثه يعني كزبونه مو كاشتغل، بس ما يعني ما اشوف هذا الشيء. شلون تشوفين تعامل البنات مع الشباب؟ اكيد استلطاف، يعني لازم هذا الشيء، لان هو يعني مكاننا يعني لازم نجامل العالم، واحنا اغلبيتهم عوائل يعني يجونا عادي، يعني هم ما بيها الشيء. زين متزوجه؟ اكيد. كم طفل عندك؟ بنية واحدة. قاعدة إيجار أم ملك؟ إيجار. قد إيجارك؟ 450. 450، إيش قد تاخذين من هنا؟ يومية يعني 30. 30، تكفيك أو لا؟ الحمد لله. كافية زايدة. كافية عليك؟ إي الحمد لله والشكر. ما قدرت تشوفين غير عمل غير الكوفي؟ وبصراحة أكو هواية، مو ماكو، ما أقول لك ماكو، بس يعني أنا أتصور يعني الكوفي يعني ظاهري قدام العالم أحسن من غير يعني هواي شغلات، يعني إذا تجي تشتغل بشركة هسه سمعت الشركات يعني مثل سمعت الكوفيات، يعني هم حرنا، إحنا حرنا كبنات حرنا يعني وين نشتغل، فما يعني عادي يعني عندنا الكوفي لو غير شيء عادي، فأنا يعني أفضل الكوفي بصراحة. تفضلين الكوفي؟ إي أكيد. جيتش غير وظيفة غير الكوفي تروحين؟ لا ما اروح. علمتي على الكوفي؟ علمت على هذا الشيء. تمام. مشاهدينا الكرام مثل ما تعرفون انه اخذنا الاراء واخذنا احد العاملات في احد الكوفيات واخذنا الشباب المتواجدين اليوم وحتى كبار السن، اعطوا ارائهم، البعض عندهم اللي قالوا لا لو اكو فرص عمل كثير من البنات وحتى النساء ما يتجهن للمقاهي، لا والبعض عندهم يقولون انه اكو بعض من الشباب يباعون فد نظره غير اخلاقيه للبنات، اكيد شفتوا هذا احد الكوفيات في العاصمه الحبيبه بغداد، شفتوا التفاصيل وشفتوا اللي عرفتوه من الشباب واحد العاملات اليوم المتواجده في هذا الكوفي.